بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. درسيغن وقبل الله ولا آيات تضواتني تضوات وكملة سورة المائدة. انت لابد جنين درسيغي نهر ينكر ريكا عقص مرنا اللهم للوت: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. والله وقرع صمرنا مركا: ولا يزيدن فاعل كذا وحن كدبنا ينو عليه، لكن هو خلط سيدا صحنا وحوي: ولا يزيدن فاعل كذا وما أنزل دوي، ولا يزيدن وكردني أو سيارين كثيرا إن بدن أو منهم أيها كمنا ما كيب سيارين أنزل لدي إليك أذي لغوسو دي من ربك ربك كيل حقي سلغاقسو دي أيها وحو سيارين إن بدن أيها كمنا طغيانا وكفرا بو سيارين. مركا واحد زيادين ايا وكل سود الشيء النبي قال سود الشيء صلى الله عليه وسلم صح فاعل كلا كاوي ما رأي فاعل معنا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قل وحبب النبي يا أهل الكتاب كتاب كتبت كسيو لا تغلوا أحد دولا في دينكم دينتنا لحدث غير الحق حق وحلهي ولا تتبعوا هنرفع هنا أهواء قوم قوم هويكون هرعنا قوم كاسوا قد ضلوا اللمي من قبل هران وهو أضلوا اللمي كثيرا إن بضل اللمي وهو ضلوا اللمي عن سواء السبيل شدك طوصا بكتمه سكلمي. ما دام الله يصلح لي أهل الكتاب كي يهودي النصارى هذا كما حلوت شيدين ويا نوكي النصارى وحل لي هدين كيلا هكو حيل ديران لينو هكو حد قد بلا حيل ديران شيء حد قد بان حق هاي غلوي عن حق هاي حيل ديران شو مربو حق نغضاء ووحو حق نغضاء مركي أوصل كي قد ديسو هديتي شرعان، لكن روح ودلال إرادة بحنيه دلال إرادة بحنيه سلويك يوضن ايه واشباتك ايه انو لي ما دي سوده حرامتي يوحي كراهاها ايه كل ايه يعني وحمد الشابهات ايه عمو دوره انو كتره تاسي وحل الى هذا يعني وغلوي ولغيكا لكن وغلوي بنان يعني وحوي وحيل ديران شب بناوي كالذين دي ديه ما حيال ليران شاها بنان ما هو دين تينا تكون حيال ليراتان سيب بنان سهدين تيدينا ايضا قد بين تالي دي مدينة، لكن تالذين دي ديه وحوي الى الدين تي كل حد قدبتان سيء عن حقه حد قدب عن حقه وواحد لغوكتا تي اللي قلسوا على يوم أبدون هذا وإله ترى هذا ونبع عيسو أبدون إله يا أدقاسيسان درجة إله لبو حد قدب وطاوي حد قدبك عن حقه هاي تائي وحي الله قدبه معنا كدي باوحا لويري الرمتن وضد وحي تشعبادين ونسك الرعي ولا تتبعوا أهواء قوم يعني قلوكم الرسي وويدو دي كسو قارين وحل وهوانو دي الرعي وعن دليل أبيتو هايسلين حجينا عن عسكرين لكن لفتو دي سيدي تعيش هاي الرعي كواس هدب قرين عليك كواس هدب قرين يعني أويدي على الأرواح كسو قارين هوانو دي أمي الرعي سيدي لفتو دي تعيش ساس برادي هدب قرين كواسي واقوة هرئ اللغي إن بدن أو ضدك كم بدن أو ويل نميين أيها اللفت أدونا تشتك برتبيه سيكلمين مركا هؤلاء سكرع عيني حدي أو يدين يطلقين خلدوين أو ضدك إذا كبر يأي خلدوين خلق كان إذا سوق عليها كن رع عيني قرم برا خلافة للي معنا. قل يا أهل الكتاب كتاب كذتك سيو لا تغلوها حد بدبين في دينكم دينتنا لحبا غير الحق حق وحانا حين حنقرأ هاي هي
غلوي أن جرأهين وصحهين دينتي لها واحد قد بنا ولا تتبعوها لرعنا أهواء قوم قوم وحيابه يتشعليه قوم كانوا ضدك وحكسوا قاربوا ويكسوا قارين عقيدة الخلدل يبغيك الخلدل ولا تتبعوها الرائلة أهواء قوم قوم وحيابه يتشعليه ليهوي كودا يوحي له نفتوض كيش قوم كاسوا قد ضلوا النمي من قبل قران فرض وقت عرين نمين ووقت توحيدك أي كل نمينه شرك أول نمين وهو أضل النبيي كثيرا إن بضل النبيي مركي النبيل ما دامه قاميال دين أي أهايال شيدكي أي كل نمين بيدتكي كو قاميال إن بضل بصير كل نمين وضلوا ويل نمين عن ويل نمين عن سواء السبيل شيدك توصل نحدي سنة كل نمين إنت أصلي سلطري سأصدرات إذن نصارى دوحل إلى هذا سمد وضية تلمات أم يبسل إليهين وطلال سيد يهود والسمد وضية تلمات وضعهم يبسل أي فهي الغضب عليهم إلهي وعره سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون آيات أمر بركوا حين بني فروح الحلدون يا إله استعماله إلهي سبحانه وتعالى عبده السيئي إيه قرشد يا علمه السيئي إلا ونسكر رعضه دوردان رعضه نغط ووحان أركي تشريئي ووحان مغلي تشريئي ووحي أهان شرثي وديك اللي قطمها حبان وح خلدان سو قادي ووضدكي أتكبلتك سو قادي وحي إلا آل أباتي إنو خلديه وحان أركي تشريئي وحان مغلي تشريح وجمه كفر صلى الله عليه وسلم أيضا إله سبحانه وتعالى هو دمنا لعنا والا معمدي الذين كوي كفروا قالوني ومن بني إسرائيل ري بني إسرائيل على لسان داود داود عرب كيسا لغو العنم وعيسى ولسان عيسى عيسى عرب كيسا لغو العنم عيسيه ابن مريم مريم جبل مريم الكذا ذلك العنم داسنا ذلك كاسنا بما عصوا عاسي الدودة عاسي الدودة السبب تنوي بما عصوا بسبب عصيانهم يعني وحوي عاسي الدودة السبب تنوي وكانوا إيه وكونهم أهاشوه ضيعة تدرك واحد بالبقى هذا طيب كانوا وحي لا يتناهون كوان اسكفهم عن منكر شيء شرعي وديري شيء شرعي وديري شيء قاسمين اسكفهم منكر كاسو فعلوه أي سميه لبئس وحا باصل هذا ما شيء كانوا أهي يفعل لك وسمي ريب الإسرائيل حوانتي مركي لما كروهي وانتا سو كتاب يا رسول انت الله سو دراء كوات كيستان اله سبحانه وتعالى وحكو ابا المريي إلا العنضة او رسوشي اي العنضة رسوش عرب كوض اللغون عليه العنضة وحكم دها نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وحكم دها نبي عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لوضع ضبع عرب كوضا اي الرب الاسرائيل لغو العنضة سألت الله العنضة والينوش شغيره يعني وحوي عاصيني وكعب إلهي أمر كيسيني خلافين وحي إلهي كرمين ويسميين عسيان كواك حد قدب لويسميين سهدي به شرع علي كتلابين وحي إلهي كرمين سبحانه وتعالى بين الدينين حدين ليلي والتوحيد كوكسو بلاغا ويكبد بيانو الشركة ويكبد بيانو حدين ليلي والنبي يضا فراعا وين لايين قال لما أنا وحوي ويكوشي السيسين ويكوعيارين وحي غير الممتربة دنبقى اي كوكا اي درادي باوحو كيري ان الهي العنب سبحانه وتعالى والرسوش بيضع عرق قد الغول العنب بقى الحمد اي لهي وحكم ذا مين اسكر ريب يتشير الحمد حمان اي سمين ايان اسكوين ريب يتشير وحي سمين بحر الله ابن ربنا سبحانه وتعالى يعني وحو يعلم ضوض يددك وضوح قرتك حمان تبلشد اي سمين اي سمين كعريتش وكفي سجر تاسك يد الهي سبحانه وتعالى انه العنب بحي يلي سيدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدي أن ددك وحقرتك يا علمانو أين الإسود هاين يا ددك مسؤولية دي حلك هاياي إل أي حمان تبلشدو أي ثمينيسة أما قاركيب ثمينيسة إلي كهرتكان خوي الرئيوان هدي له وهي أرقى إساقا كل دواد إله سبحانه وتعالى عقاب بكوة عميمي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عقاب وذكا أما عبارها النقدين أما عذرها النقدين أما اللي بتقلي يدري يدقالها النقدين إله سبحانه وتعالى عقال حق يساء أبو كل شيء أو مدك كيري وهدي له ويطف إمان الرياضة ساسي معنا نوعي لوالا العنضي
نحرس إلهي ما لقفه الذين كوا كفروا الذين كوا كفروا قالوا لي ومن بني إسرائيل بخبر إسرائيل كمدة على لسان داود النبي داود عرف كي سدوشي سالغو لعنبي وعيسى وعلى لسان عيسى عيسى عرف كي سدوشي سعيسيه ابن مريم مريم ويل كذا ذلك كاسنا بما شيء سبب كيب وهذا عصوا أي عاصير أما بما عصوا بعصيانهم عاصي النمضوا هذا السبب كيب وهذا وكانوا إياها شهودا يعتدونك واحد قد بأي حالي لولا الرباط ما كيني لعنبا إلا لعنبا وعرفك الرسول شلغو لعنبا كانوا وحيها لا يتناهون كواء اسكرهم عن منكر حمان حقه منكر كواحد لذا والشيء الشرعي يعقلك فيوب أي قنصدان سأصبح أي كراه استعمل لذا منكر كاسو فعلوه أي سمية كائس كما أي سرهي بشرون اسكما أرجر ما يراها أي سوي مادان أي وذتشوغان إيا محافشة واوين بي حمان تكو سمية جرين مركز اسكو داوين جرين اسكو بريسة جرين كي حمات السميرية كي ولا سراوة اسكلاف فرنية والله بقمية والضمة كمالك كما وضن قرية لدي سواحة حماتي وبعث لها هذه ما شيء كانوا أهي يفعلوا لكوا السمي فأكد أسلح سويون وماذا وحل الدورة إلا يهل ضد مصلحين وكان ربك ليه كالقرى وأهلها مصلحون وماذا إنت اللي قلت حليا ضد وحاجات شنية وحصحية إلهي مهلاني سبحانه وتعالى لكن ما انت اللي هو يددك وحسحي او خلقك توسيني او مد انت قلع صل ولا قوم يري قال الله عمرك اللي هو يمد وحي مدت الا هلم حديثي واتي لك ولي شركك يكون يجرتي يعني واحد حاسي سميت كم من زينب نبي صلى الله عليه وسلم وكتيب كتير من كل نبي صلى الله عليه وسلم فتح اليوم من ردم يا جوجة وما جوجة يعني مثل هذا يا جوجة وما جوجة ويكل وليتنا لسود دين رواه وانت سكر الله غفر السد يعني واحد يسد بودي اي واحد تري انه لك وفينا صالحون يا رسول الله ميانا الهلاقي انا قدتك ولا لا سنة لقود احشرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا كثر فيكم الخبث فما انتو هدي ابنحني الا برج وضبيض اي بطان والليل الهلاقي اذن كوكوي في حيرا اذن احشوغا لكن ايضا كان لقود شوي كوة في عنا وهدنا وحاقاتشنا يهدي شوغان وبدل لهم الهلاقي كوا يجوا نفطوا وروحها جاكسروا لكنها وحلا حجاكشيني سكعبة لي سري ومدها ذي بحشوا لكن ولا لحلك صار سو معنا فلا بد ضد أهربنا وانت عبدي الهروي معنا وضد كمسؤولين تاعي وضياعش يعلم هذا يضد كمصلحين للنقدان وحجاكشيا ما لدوني ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون حما تضيع على ستين ذي ترى وحرق إنسان كثيرا إنبلا ومنهم أيها كمذا يتولون أيها وكول لغني الذين كوا كفروا قالوا أيها وكول يالني لذي سواحى باطل هذا ما قدمت وحي هرمريسي اللهم إيها أنفسهم النفيالك وضوحي أمة هرمريين بحية وعز هو كاسي أن سخط الله إلو إلهي وعراضيه عليهم تشعر وفي العذاب عذاب كنحن سنهم إيها خالدون كوا كواري إليهم ولو كانوا هذي أغلهاين ولو كانوا هذيه يؤمنون كوا رميسن بالله إلهي إيه والنبي نبيك إيه وماك أنزل لدكي إليه نبيك الوسو دكي ما اتخذوهم قالب إيه كافرين تمين كدكتين أولياء أمين كصوستين ولكن لكثيرا لكن إن بلن أمينهم إيه كم يبي فاسقون شدكي تصنعك وضبحيون إن بلن أيه كم يده وأهل الكتاب وحال أركيسا إيه كولي لنا إيه قالب كولي المعنى وحوي بدل كي أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هي إنت الرميسان أي حسن لحيان وشعلان لحيان قال هذا قال لماذا استعطى هيا مجحيان تعابدا أصنام تعابدا كوها سيء أولية كذلك سيد الوكي غيق رشاد يعرفت إنت هذه كلا هي مجحيا عابد كتاب سمد اللي قصوا الدكير مدي درابة رسول بن آدم الله صدر مدي درابة كوها سيء حسن يانو على ودى إلهي الحمدي صحابتي سأوقى معني أمد إسلام كقوة سيكسنية كقوة سيقرامك لغير إكسنية يانو يعني وحويا وحلوة دا يانو هي لك الرابين يانو شعلان يانو ساسلي وحي النفطاد أهر مريسي بحماتي بقن كإساق أوحا كطلانية النفطاد أهر مريسي بحمات الهوية أن سخط الله عليه إنه إلهي وعرضي أرقى إلهي وعرضي الله سبحانه وتعالى عذاب كان إليه كوة كواري دورة حدي إلهي إيه النبي إيه وحي اللقصة دي أي الرميين
oo uu dhab ka yahay iimaankaasi gaalada bayna awliya ka dhigtay Rabbi subhanahu wa ta'ala isuma keri karaan inaad gaala awliya ka dhigato jeclaato oo xigsato oo talalaada hoos ku yeeshaan oo ayaga wax wadaagtaan haddana cadaalika aad sheegato ilaahay iyo nabiga iyo wixii ilaahay soo dejiyo rumaysnahay labadaasi waa kaafiya kala dheer wey labada isqabalayno hadday tani jirto tani ma dhacday balale haddii iimaankaasi jiro ka weliyeelashadu meeshaba soo geli karta hadday ka weliyeelashadu meesha soo gashayna astaan waxay u tahay in iimaankii meesha ka baxay laa tajidu qawman yu'minuuna billahi walyawmi alaakhiri yuwaaduuna man xaada allaha wa rasuulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم مرنا مهلس رب سبحانه وتعالى مهلس يعني وحو ينقوم إلهي يا رسول كي سرهم أيضا أتشعلان يددك إلهي سبحانه وتعالى جد كي سقرم قال لي أنت لم يكن أيضا أتشعلان يمرنا هلمس حتى قرابض يضح اللغتين أبا ياشد ولا اللغت قرابضوضة يعني للاشها كبه حيثادرت ايضو اولياء كبه قال ايه مرنا بهذه بيسد اللي من اكت بيش امرك وحالي لهم سورة يلا مدى ايضوض بان ايمان ايه موالات الكفار قلب اسم ايه بادر قال ايه دولي كبه قطو قلبه كتش عشا حدنا مؤمنات هاي ايمان طبع قلبه كتش راي اللي مدى اسم ايمان كرما حدي اغرت الروح قال ايه اولي كبه كتاي معنى الوحو ايمان كبه كمقا حدد على الروح إيمان لنا أستاذيه سأقوى ويحيي قال الله معه ساسي معنى أيضا معناها يقال أبو تشيسة وأنا معنى قال الله غسوها الله أو صورة بها صور لكل يوم غسوها الله معنى إن بدر أيها كمد إلهي شكي سيكبه أمور بله سبحانه وتعالى ترى واحد أركيسا كثيرا إن بدر أمينهم أيها كمد كوة لبركة وعلم بيت إليه المنافقين في أهل الكتاب إليه اليهود اللفت رأي اللي صارب وهذه لغاية يهود ينصارى اللفتونا قال هذا أي ولي كد غريان وقال هذا عبتها هذه أصلاف تعودك أي وحوة الرومي سنين بقى هذه عبقون أي ولي كد غريان نبي بحوده يسيقان نبي بحوده يسونه صلى الله عليه وسلم وحي إسلامه يسير آخر إليه جرت وحي إسلامه يسير كتب صودك إليه جرت رسول الله صادر إليه جرت يسلمه بمبادئه وين يسلمه يسير كون لكن أي ولي كد غريان وحاسو نمره يسنا حديث ليلة ومرافقين في أهل الكتاب كنا هو أي كولا بيقال إياه ويهودي يهودي ما عضي ستي أو النصارى دي النصارى دي ما عضي ستي أو مشركين في كلام ينهوني سمعنا ترى واحد أركيسا كثيرا إن بضل أمين ما يكمل يتولون أيضا كولا بيقال إياه الذين كوا كفروا قالوا بي الذي سوحى باس لها بي وحلم علي ما قدمت وحي هرم رسال لهم يقع أنفسهم وفي القد أن سخط كبد الهداء ورسول هذا دون الخبر وحكم تنزيز هو كاسي أن سخط وإن عرضي الله ألا عليهم دشوذ إن عرضي وفي العذاب عذاب كتحدي سنهم يقو خالد لكم وكواريهم ولو كانوا هديه يؤمنون كور رميسا بالله إله كور رميسا إيه والنبي النبي النبي هو النبي هو دي أما النبي ضبا هدي الله إيه النبي الرميسيه إيه وماكي أنزل لدتي إليه النبي الوسو دي النبي النبي هو كتاب كتورا هدي الرميسيه ما اتخذوهم كفار طمين كنكتين أولياء كوا أولياء مين كنكتين ما هو دعي كرتبا إلي أركا سميان أيه إيمانك في قلبك هذا كتير لكن إيمانك الشيخنا يباحه كتير ما دام أي كافرين تي أولياء كنكتين إيمانك مركا الشيخة كوا حقيقة ما إيمانك محجر أهي ساسي معنا ولكن كثيرا إن بضنبا ولكن كثيرا إن بضن سأؤمنهم أيها كمدي فاسقون كوشيد كصحبا كبحيو إلهي ما عادي سيبه كبحيو كفر إيه قال له بحيو معنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنه لا يستكبرون كوحيه مركة شري أيها الله يوقع إبلا يا سيئن هو كلاوي كل يوضعون علو لكن علوا وقواك للسكية سيوك للسكية الله لتجدن والهني أشد الناس ذكا كأو أضيق بلن عداوة الحج على ود للذين كون العداوة استآمنوا الرمي اليهود إليه باتل يوالذين كون أشركوا إله وحلو ولاج
ولا تجدن وادهلي أو وادهلي أقربهم أقرب الناس أقرب الناس ذاتك كو أقول لو شبرا مودة حقك القعلب للذين كو للتعلاد آمنوا الرمي كو أقول لو شهبرا إليهين الذين كو إليهين بلغان قالوا يري إلا أنه نصارى ولنا كو النصارى المهيري كو السئلي أقول لو شبريهين وادهلي ذلك كافرا بأنهم بسبب تبي سوكيس وحوي بأن منهم إنه يجا كمديه إلي كمديه قسي سيلا لمن علماء والرهبان يقرأ عبارته وأن لهم يجوا لا يستكبرون إلي سر إسكبرين كويس كبرين إلي سرعي بدك أنت شفت كو أقول على ود بغل بدك مؤمنين تا أقول لعي بغلي وحذلي برب سبحانه وتعالى إلى يهوديين إلى مشركين مشركين تمرك وكون أحيانا تعبوا بجرا أصلاً تعبوا بجريو يعني وحوي العرب صح أما قال لنا أنت هذا كلامه يهود يقال لنا أنت هذا كله يا مسلمين تقولنا عبدا وأقولنا عبدك أهل إيمانك ذاتك كوحها قال لنا كوا أقولنا وانشبا الحاجة شعيرك اللي شعلا مؤمنين تنا وكوا يريب رب سبحانه وتعالى مسارا للنحي كوا هو المعنى إيجا شكتك إيجا يريب ويالي لا وقل بحي يلي كوا يريب النصارى للنحي نبي عيسى كوا وقت يسيب شوقي ونبطع كاهد من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله كوا في نبقى أحد كوا الضبير لكن ديبك الشيخان يوحن الله أنصار عيسى والله وابنته إيه ما شكتين مهيه إيجا يريب إيجا يريب لكن حقيقة شكتما توحيد في نبي عيسى ليه بعدك بحال قالوا إلا النصارى بابلين وإيجا يريب كوا سأقول نوان شفرا كوا سأقول نوان شفرا وحي لين علمان الإسلام علمان التصير كإن بضر وكمل وحي ليه وحى الله جولا كوي لين محمد رمي صلى الله عليه وسلم أو النصارى باحا كوا سأقول طيب سوطع النصارى وقد نودا هاي يهود أي مشركين او ايمان اهان اي اغنو يهيل مؤمنين تشعيل كودان اي اغنو شبلي يهيل وحوي نصارى دا وحا كمد الامان قسيسين قسيسين تو جمع قس قس قال واحد ان الواليك عالمك كوي اقوان تقوله تيت نصارى عالم كودان الى قسيس لنا ساس معنا اما مئه كوى ملحية الديني دا او معنى كنيسة لها اوه او ملح اهان مسؤوليات كهية قسيسين والله روبان ترى واحد إلى دوا كوا إسكت إذا نستو دور قلك دور كاسو قلك بسنا يا يوم كاسو هلك إلى كوا عبدا أدوية إيه واحد هذا بس كيت زائري ساس مع روبان قال سوفيا ما عصوا كلا إسكت دور قشين واكبت ما دام الله ولا قال أي كم ديهين أي كنويهين صوت الله بعد وحوي وأنهم لا يستكبرون حق إسمه ينسيان صوت حق إلى سجوا إلى سواهوي نصارى هذا كور من صوت شغلي صوت كنتي إلى الرومان وجهلي صوت أنا لي من حريق معه حقي بك يا كل صار كل سي وحنا بقرنا يا لكن يهود أيض وحي بقرنا إساء أو إسديت سيرس نيك وحي قرنا يو إسديت سيريا إلا كراي وأرد بحي الحقي وإسكا كبري وإسكوا إلى سيامكو قرتك قلبا لكن جهل أبا حياء حقا مركا يقرطان ويفهمان إسكوا إلى سيام ما يانا ويغعان صلى الله عليه سبحانه وتعالى وفعلا سيدي ويانو إكستو ضوائفت إيكوحاها وطنان إسلام كعل ليهين حدنا حقا يعني راعتان كقارشان حقا مركا أعبات إيه الرومين إيه نصارد أوسوكس سارنا أي أوصل كيسو هذا بدل دين توبان دكتور فهمان إن بدل ركمل هو أسكره من الأيام دين راعي لكن باليهودي هذا هو كذا واحد زي لي يهودي أو صار إسلامي أنت فاكس شاس لا بدون راعي المرة ما هو يوم جيرين وحنا لكن مرة ما وقسمه دين كل لكن جهل بعي ما لكان يستأتون كل الإنسان وحلاقي أما في سيس كي كنيسة وهو يلعب إنه مسكسو إسلامه بقالتنا من النصارى هيد أو كريستيان هيد إلا من الإسلام كريستيان سوك شاب قيام حال الوقت الحق ما كبقى وحق دون لكن حقي ما كبقى إلا قرنين معنا الله لا صوه كاسا أبحي ساس براد الدول بله سبحانه وتعالى قل لنا معنا وحوي حقك الكحي كمسلمين تيمومين تكون عدو ساس رب الله سبحانه وتعالى لتجدن وادهلي أشد الناس بدكوا أغو أذيك بلن بدك أغو أذيك بلن على وتن على ويس حقي
للذين كوي العداوة استآمنوا الربي اليهود إليهم يدل ضدك كوى أغو أضيق بنا عداوة المؤمنين تلا عداوة استكوى أغو أضيق بنا وحد يلي إلى يهودهم إيو الذين كوى أشركوا اللي وحنا ودج أما نحن يعاودان أما الضب يعاودان أما ملائك يعاودان أما قرح يعاودان مخلوقات كالكوى عاودان ولا تجدن ولا وان هلي وان هلي أقربهم ضدك كوى أغو نوان شبرا مودة تعيل حقي للذين كوي لتعلان آمنوا الربي الذين كوي إليه بذل ضدك كوى أغبنا وشبرا تعيل كمؤمنين تلا تعلان وحال هلي إليه الذين كوى قالوا يلي إلا أنه قلنا صار بذل كوى إليه بذل كوى أغبنا وشبرا كالقعيد مؤمنين تلا تعلان ذلك كاسنا وحوى سنتيسه لأن منهم إنه إيجا كمد يعني إنه كمد يهين قسيسين لمن علماء قسيسين لمن وحقرنا يوم يعني ديتي وأقار له كتاب كي إنجيلها إيا اللبي عيسى إيا التوراة إيا أقار له والرهبانا إنه كمد يهين كوى إلا ليستوى دور كائف كقل أذيون كيف يجرون وكاقوا عيب وأنهم أيقنا لا يستكبرون إنه يسن إسكبرين وأنهم أيقنا لا يستكبرون اسم كبريان حق إسكلمه وينه وحق دون لكن حقي ما كون سن حق بركي قرطان لإسكلمه وينايو حق ويقامنا يا وينا الرباح اللي ولا صببون أيها كيري إلي كسو كيان حق كالقعيل كمؤمنين تإلي إغدو يهير يهود إيا مشركين تلبنو وإذا قرطي سنته إلا قورو قوات من الليل حمد ربي سيئي لقورا يا آيات الدماسي عدينيس وإذا قرطي سمعو أي مقلان قرد عم السارمي ما كي أنزل لدتي إلى الرسول الرسول كي لغسو دتي بركي مقلان تراو حضر كيسا أعينهم إنه رأي هذا كيسا تفيد حال أي شميس من الدمع اللي اندرادت المؤك قبرس مما كي حجي أي لا شميس عرفوا أي قرتين ومن الحق حقا حق أي قرتين حق كيسا يسيرتيس اللي اندرادت عبرس يقولون وحي ربنا ربنا لو آمنا ورميني قرآن كده الحدوث بك اي فاكتبنا نقر مع الشاهدين كو مرخاتيقا لتيركود كو مرخاتيقا ومعنيت قيامة أمراه كو مرخاتيقا وما لنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نؤمن أن نؤمن بالله ألا محمد أن نؤمن بينه وما إيا وما كي جاءنا نؤمن من الحق حقا ونطمع والحال نطمع أن نطمع إنه أنه أضمع إنهم بريين أن يدخلنا إنه نقل يا ربنا ربنا مع القوم قوكي لتيركود الصالحين أيوان لسنا فأصابهم الله إلهي لكو أبا المريء بما قالوا وحي إلهي سببتي جنات جنوي بكال المريء جنوي كاسو تجري أي سعطي القرص من تحت أهوصد ألا نهار وبيشو أي قرقنية خالدون حالي خالدين حالي كواريا فيها جنوي كنحن وذلك كات وجنوي كقريتان كودا جزاء المحسنين كوى السمفرة وعمل كودا هكاتي أبا القروي قلنا المصاربة اللي يحق اسمه إليسيان السيسيني الرهبان باكملة مؤمنين تلك القعلوة دي سعيل كوهيكا كوحا وقودة وشبنا كواسي وحال أركيسا مركي مقلال وحي نيو حمد وسود دي سلع رس وحي قرآن قرآن كمكي نيستان ترى أعيونهم تفيض من الدمع إنه هو واحد أركيسا إطي إلما كبه سيسي إلماني أي قمرس إلم إشي غالقان دي سيدي هيدا قمرس وكلي إلما كبه عمان يسوء كقمرس صوت الوقوف ولا يسواه ويمين ما عرفوا من الحق حق أي قرتين أي إنك حقا أي قرتين التوراة مكوية للإنجيل وقوية لي هي سبعين حق أي قرتين سبب في ما أهيت كجت مما عرفوا كي حقي من تبتدئون من الحق حق أي قرتين حقي سعيه كإلى مينيا أو سبب في ما لا إلى يعني وحي وحي النبي عليه الصلاة والسلام عليه وسلم بالمكي بجستان وحي وراء عيوب قلنا التوراة إنجيل أشهر شيء ومعناه وحي هو التوراة مغلا رسولك الواصل الشيغي وكنا كتابك الواصل الشيغي والمجيسان يعني مقلا يعني هذا الكإله يعني انت ربك يسكد رسلا في الميلة فقال سوا إليه ربي قال الله من رمين رسولك أليه قال لكم رمين رسولك أليه حق إلى رمين لنوي حمد رمين وانو رعني فاكتبنا مع الشاهدين كوة مرخاتيك على كتيرك ودى النقر غلق ودى معناه الوحوي ما نت قيامنا وكان صومر ميه ومضاها وحاكو مرخاتيك لدى تومد النبي حمد صلى الله عليه وسلم صوصات من الزمن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا مك إله أمدا للمحمد وما نتقي أمنا أمدها كبر خاتكي دوتا تاس بقدر
فاسلين تا إله نجمد صافي معنا إله بري مركز سواحي ليه أم حابة عيون نوت دينية إلا أن إله الرميل هي حق النور محال نوت دينية أما هو هذا إلهي كذب عيون وهم قولنا يجبسروا إنه إلهي نجلي يبتك صالحين ثلاثين كد يعني أيضا دواعي نجبسروا وأنهم قريئين لأنه إلهي كنديس النقرير دكتو والولا كان يقليل لغم منه هم قريئين لأنه نقصر حتى ربح النودي إلى أن الله لما أنه إيمان لهم يعني إلهي يوحي حق إلهي كسوتي حيث لما أنه يسكت أي روحي كند دوني ودماعي كهي وهم قريئ كهي كنا إنه قلو أما دكتو صالحين والولا كان لكيرا كوضا إنه نغضا لابد وإنه إيمان لي مدسم محال نودي دوني لك محال عندي إيمان كأنك لفور تاغل ما دام الضواعي جاس نوت قولوا آخر الدولة قول شما إلهي دولة إنه ضدك صالحي دولة كم نقول الدولة إنه محال نودي دن إلا أنه إيمان الله الله رميه إيا حقا نوي يمينه اللوي بحمد لو يسوه ديه إلا أنه رميه لو حمد ديه بحد ديه يمسره معنا سيلا مرته إلى هذين هذا الكراس ضعبا حقي إيقاته هلك ولا يسروا دهان سبب تيسا أي إله سبحانه وتعالى وحقوق اللي يكوأب المريين شنوين شنوين كاسو غسطو لأيو بياشي سعلان إيه ووليما كماري كواري شنوين كاكريتان كودولا دكتوان ولا يسر أبا القد كودو محسنين تعامل كودا حقا يشيهي أبا القد كإله يديهي سبحانه وتعالى وإذا قلت استمعوا أي مقران قلنا النصارى دي ما كي أنزل لدتي إلى الرسول رسول كالوسو دتي وقرانك ترى واحد أركيسا أعينهم إنه هذا أركيسا تفيد أيضا أشم ليس من الدمع إلين سببت إلين درابت يعني من الدمع بالدمع نعم أما تفيد أيضا أشم ليس من الدمع بالدمع إلين شم ليس إلين بشم ليس إلين باكت عمليس مما عرفوا كي حجي مما كي حجي سأيه اللي انتو كشم ميسا عرفوه اي قرتين او من الحق حقا حقا اي قرتين او اي فهمين او عداري كحجي سأيه السبب كيسا ما اللي مهلطة اللي انت لده عدري يقولون وحي ليه ربنا رب قالوا آمنا وانو رميلئة فاكتبنا نقر مع الشاهدين اكوه مرخاتية دا اللي تشيري كورا نقر وماذا ليه نحمل ديوان كيدا اللي قلي او معرفة قيامة ضدك مرخاتية كيدونا نقدر إلا لينا مرخاتنا قدوته ولا لنا محام نوصب ناري ما لنا محام نوصب ناري أولا نؤمن أن نقر بينه ما لنا محام نوصب ناري أي ما حصل لنا محام نوصب ناري ونوصب ناري لا نؤمن حالا أن نقر بينه بالله إلا الله إيه وما كي جاءنا نؤمن أو من الحق حقا الله إيه حقا نؤمن محام نوديري إلى نقر بينه ونطمع والحال نطمع أنه قرير للضمع له أن يدخلنا إنه نجل يا ربنا ربك الله مع القوم قوك لترك ولا الصالحين أول ونكسنا قوك أول ونكسنا أنه قرير للرشك قبل إنه إلهي إنه قدر محا إيمانك نوديدا صيلا إيمانك لن نطمع سببتي بابا تمنه قرية مرحا دي شيء سببتي سيتي بابا أهو قرية كبتشراء وإن الله سمع ذلك ساسي معنا نحن نودين وحن نودين بشر معنا فأصابهم الله إله وأكوة المريم بما قالوا وحي إلى هذين سببتين هذا الكائن هين قلب وضعنا كسوا بعيد كأسببتي أي إله وأكوة المريم جنات الجنة بلوء المريم جنة كسوا تجري أي سعطة كل قلس من تحتها وصل ألا نعروب يلك خالدين حارك ورية فيها جنة كنحن هذا وذلك كاسن جزاء المحسنين كوة صنفراء وعمل كلها جاشية أبال كذيوي أبال قد كذوي بيش أمرك وحالك القادرية أما يهودي بكيسي هو أحد أما النصراني أحد أما كوحك الاتيه الدين كالحشف مربع حقي هدو إيبيد مركو هدو قاتو حقو هدو سوقان هدو قاتو أوه قان سمعي إلهي سبحانه وتعالى هدو ليس ولا يكتبه كميد شمال إلهي وقال الله سبحانه وتعالى بل وحيرون ماندون إلهي كل إيهيد للا أبا القدين إليه للا أبا القدين إليه وكتبتي هوري رميان أبا البي كل إيهيد أجر كان دبئي رميان لأجر رباط إليه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين هو كفروا قالوا وكذبوا بني بآياتنا آيات كذا بني أولئك هو أصحاب الجحيم نار الجحيم تذكرون هذيل إذا أنت محسنين والولاسن بلا شمية هو قال لماذا يدري تسكت درس بينا جحيم تذكرون ويا بني واصلص وأنا لا ألقي وضع لقي شيء بد جحيم إلى قال الله ترى قليل أدونك أنت تشوغان عمل كي جحيم أي كوكا إلى هيا كشقيري إيه ذات
انت اي ادوك تشوغان كشغيل يا عمل كي سماء يكون الهي اخر ما كنت قاعد تشبه ذكري لو رب الله قسم والذين قوا كفروا قالوا او كذبوا بيني باياتنا ايدها لغا اولئك قوا سي اصحاب الجحيم جحيم بكرون نار جحيم بكرون يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين احكام سي بلغ يا ايها الذين قوا امنوا بيني لا تحرموها حرامين طيبات ما شيء كيس ولا يسن أحل الله أنه حلالي لكم بذلك إذن الحلالي ولا تعتدوا هل أحد قد بنا بحيث إن الله ألا لا يحب مجعل المعتدين كو حد بنا وكلوا عنا مما كي حقيسا أما مما كي قارك رزقكم الله إله إذن كي رزاقي حلالا الحال أيها من حلالا طيبا أو ولا يسن واتقوا الله لك عصر الذي الله سوى أنتم إليكم به إسجا مؤمنون كوره ليس الأتيب وردتك إيمانك له وحيابه وانوان أكسر إله إذين حلاليين حيثك حرامين لنا أيضا حيكو سبسنطة لواء الرموت وكو سبسنطة وامدك بالي ضدك وحيابه إلهي حلاليين كبعة أما امتضع أما الدمركة أما الذي وحيابها إلهي أول حلاليين وكبعت وإسك حرامي ما أعرف إسك حرامي قول الله سبح لله يريد وحد الله بها حلاليين حاسك حرامي قول الله عنه وحوي وقول زهدي إلى آخر الضون أي أزي النعيف ما وحي إسك حرامي يا وحي إلهي الحلالي سبحانه وتعالى بكوا دين تعيلي إلهي ذلك قلت وكوكت كوانا هيرين للي او قلو الصحابة كم من رضوان الله عليهم ما وحي دمعين الى ادوية مع معاك كده اسكاكتك فان وحي دمعين با انت اسمه فانا وحين اياها اسكاك بوريا الى دوكا اسكاك الى الاسدان ودبر اي عبور اي شهوة او نبا اي مكتك دبر مقبول سنة اي قرنين قال وحي الى المي وحي الياه واسكتش بينما قال وحي الى الانوه هيرب مرضى بلين هيرب اون حرات بس بيلك قال وحي الى الانوه هردوا من تفريد هميك يوم نوى سوى تشيري عبادة نسوى تشيري مالك يوم نوى صومنا لنبدا البطل افتي ملكة ربي سبحانه وتعالى وحكوله والوحي اوه الاله بايدين حلاليه ها حرامين رسولك صلى الله عليه وسلم عليه الكوحة ايضا مدت الله شيري وذي النبي صلى الله عليه وسلم انوه قلت اليك اله ايدين كو عفص بلنف ساعي ساعي حضرها هميك وانفحا مرة وسوتس والعبادة يسن مالك قارنا وانسوني قارنا وانفوري دور كان وان بورسا هيريب كان وان عري سمر إلى نكي كان لحنا لأيقا مد معه لنور صلى الله عليه وسلم سمر حلاشا لله لا حلالي معاني بي حرام الأمور آخر الثالة لقبر هذه آخر وحا لقبر هذه حلاشا لإيا طيبات كان لله يكون حلالي إينا قاضا وإينا كان حلالي لكن مد كدلال إينا آخر هذا كان مشغول لهم مد كدلال شرط إقاقل إلى إليسا آخر هذا كان مشغول لهم أيضا مفتدين آخر وقفايدس مركب قرد أنا وحا لليها وحا إلهي حلاليها كحرمين الزهد يبقى لها يا إيا أدية كحرمية حرمين حتى الضبط هذا بس كده لكن لنا تبقى الحرام بلي ويعني وحا إلى المغنى واني هيالي بلا لي معنى ساسوية حد قدبنا ورب سبحانه وتعالى حد قدبك وحا لقونا معناها وحي إلهي حلالي هدات لها هو حرام واحد قدب ساسوية معنى وحي إلهي كحرمية هدات كل عدنا واحد قدب حد قدبنا السهودين تشرعنا قدبنا ميال قال لي دين كنت لقلين هقالين وهو قدبنا بقى للي معنى إلهي سبحانه وتعالى معتدين تمجعلا ليه إلهي حلالي حرام ويكوهي ومعتدي حد قدبه إلهي مجعلا سبحانه وتعالى ليه إلهي حرامي إنتو كتلا بصلا حلاشي حرام تقوم قدبينا ومعتدي وإلهي مجعلا سبحانه وتعالى هيا للا وحر انت وحي الهي اذين حلالي وحي الهي اذين كير زادي سوى حلال عمره وهدنا طيبة طيبك وحالك ولا وشيء منافعاتك طيبة ولا سنة منافعات نفسي نعين نفسنا إلينا وتشعشي إلينا وغبتان كائسة كعمان وحال كدرتان الله كعس واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إله أدرني سنتهي لك عشر وحال كعسرتان وحال عميسان سلائل سيد وحال كسمان إنسان شقي سنة إنسان وحا الحلالي إنسان يحرميت إليك العزيز سبحانه وتعالى سأسأل لي يا أيها الذين قوا آمنوا بمعين لا تحرموها حرامين طيبات ما شيء كوي سوى لك سن.
طيبات ما شيء كوي سوناتا أحل الله أن له الحلالي لكم إذيك إذير حلالي وحا إلهي إذير حلالي كي سوناتا ومنافعات كله وإذي الأنفعية هايسك حرامي لنا أما عمو أما عبتان أما اللبس أما شهو قد شب هذا وطب ولا تعتدوا هل أحد قد بنا وشيء إلهي حلالي حرامي تسوى أحد قد أما شيء إلهي كحرام يكون اعتاد كسوة حد قدر بحد هك الله بنا سهدي تهك قدر بحيانا إلا الله ألا لا يحب ما تشعل ألم يعتدينك واحد قدر وكل عنا مما كي حقي كعنا رزقكم الله إله يودن كل زائد حلالا حال ويهدد حلالا طيبا أولا سن واتقوا الله ألا لك عسر الذي الله سعنتم إليكم به إساقا مؤمنونك ورم يسرأتي الله إسكتشر أو عقاب تسي عدم كسا إسكيل عليه وحك الصوء كل إيمان كرطئين وإذن عذابه أما إذن عقابه صح إسكتشر عليه طيب قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة نتجدون في سورة العرب يا ويليك قل حدا إيه الرزق إلهي أدومدي سأوه حلالي كحرمين يواكم وحا إسكال ذاتك مؤمنين تأدوية آخرا أيهي من قولي أتح سأسر بلا سبحانه وتعالى طيبات في الأدوية اللدود لغي مؤمنين تأسكال أيهو إله الرالي وإيه سبحانه وتعالى كأرل ولو لم يفعل الأدوية لكن إلهي ذاتك الرالي وإيه هو مؤمنين آخرا أيهي من قولي ومغضوط وكواكم ذلك كحرمين ومؤمنين تأمي أدوية كتك حشقي سننا حكسب لنا حراحة سننا هانتفاع سننا روح ورنا يوكوه رب الله سبحانه وتعالى فخرزي معنا فكهزك حرامين أبدو إله لك حرامين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وحكمنا يعني أسبابك حراشا لك حرامي وحكمنا بعض الروح كبرت شيء تيب هذا الأهل وحكمنا لا يؤاخذكم الله ألا إذين كمان ما يؤس باللغو مد كلاقيا مد أين نقصد في أيمانكم ناريبنا نحن ولكن يؤاخذكم وحو السيدين قبل وحو السيدين قبل بما عقدتم بسبب ما عقدتم يعني قلتنت قلتك أقلتين سببتي الأيمان نارها أقلتين وحو السيدين قبل يعني قلتك أقلتين نارها فاسو الله السيدين قبل سبحانه وتعالى فكفارته متك كفارة يسو إطعام عشرة مساكين طول مسكين قودن تضو من أوسط ما شيء قود لحياء كقود إسان تطعموا لأن قودين إسان أهليكم ريريه لأن قودين إسان أو أمسا كسوتهم أو أمسا كسوتهم مرشين تضو إلى المريس إسان طول كامسكين أو أمسا تحرير رقبة قوار حريتين فمن لم يجد إدا الهلل انتهى فصيام ثلاثة أيام فعليه دشي سواحة عليه صيام ثلاثة أيام سدح برسون كوت ذلك كاسنا كفارة أيمانكم داره لكفارة قدشون ذي إذا قرتي حلفتم أضارتان أو نارتي أتكتب بابتان واحفظ الحذية أو إلالية أيمانكم داره من إلالية كذلك سلا سيبين الله الله عبد لكم إليك آيات آياته سيدين عبد لعلكم واحد مدنتي تشكروا لنا شكرا سورة البقرة يقول صبرا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم إلهي دارت اللغو إذا إذن قبل ماي وحن أريد أن أخصوا شكرا دارت اللغو إذا وحل هذا ودارت أن لو قسل وروحي أسلو قسل عقل كيسو إسكبر طيوت حملك أما هركهر مرتا أما كدب مرتا ها والله إيه ما يا والله إيه سلا والله إيه يعني واحد يبارك من عرفك إسكسو عطول لكن روح يسلو قسل وحملك عرفك كبر طي تاتا اللي إذا هذا اللغو قال لي لعب والله إيه ومع عمل لا مرة قسل يعني روح الأجهزة كمالك تنوع عاصو كلا الله يدين كمال ماي ساس بندل إذا كسو قال ماي وحكا فاروك الله يسلو 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 لكن إله وحده إذن قولي نارها أجردين نارها أجردين جردك نارها أجردين تاسو إله إذن قولي سبحانه وتعالى يعني حجاله قلتين قلبك قلتين إذا كسرت قلوبكم بصورة البغرة ينصر وحي قلبك مكسبه وقلبك الشقيه ونارها تاسو إله إذن قولي بحال قولا ووحي قلبك وقصته وقلبك كسو فلان وقلبك الصميم وروحه أوسم يعني أن عرف جيزيس كقدر يرسلينه ومعنى وحي أوسمه قد تكون أوسمه
مدى ومدى لذي قبري ولكن يؤخذكم حما عقدتم بتعقيدكم الأيمان يعني قلب كآدارها قلدين تاسو إلى إذي قبري سبحانه وتعالى وقلبك كو قلدين وقلبك أي كسو قبري تاو مدى لذي قبري وكود بابيسا كفارة كلا زيليسا هذه أنت كفارة دي قلوه إلا نواد كود بابيسا وكشبسا كفارة كسلوة كفارة قدرة يا بركي ما أكتوان ما أكتشي من كبارتي أما الشي من كبارتي إلى السمين يا كبارتي أما إلى السمين يا نبا كبار شيخي أوبان شيخي أوبان هذا الشيء كبارته قلت ما أكتين هذه الأرسافية حديث الشيء كبارتي سمين تيسو أي كخير بغطتها كتكتان كيسا إلى السمين سالة دوري ما أكت هذه الأكتشيسو أما كفارة قدرته ساسو معنا ورالك وكل عربي هذا حريري لازم وحى عمارة إلى تجيس كفارة يريد الله تبعد ورالك على حريري وحى كل عربي هذا صدقاء لكذا يقابلني ما تجيس ككفارة قدر صدقاء لكذا يقابل سو سماء إلى التوكي سوى إنبا كل عربي شيء دارت هذا سوى كي سماء عن إساء أخوه خير بنا لأيمو شيء قال كم عربي لإيمان شيء سواتو كخير بنية كتكتن كي سماء تبعد تجيسو سلاسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أرتي هذيك شريسة أما شريتة هو خير بالنار أما ما هي الله الخلقانتين وصيكلا من أجريسي ما أرتي هذيك شريسة كفارة لك دوري إلا كفارة قلتو أي الله دوري كفارة بحيث أمرك وحاولي صدح أرمان الخيار لهم كابنتو صدح لأسي هذيك وإذا ومن أفران المصير صدح لأسي كوضوع رياي وحوي طوال مسكين للقودس طوان مسكين إنا بخدس طوان كمسكين قودين تلا قودين الوحوي صدح لحني أما قنرة أما قراءة أما عشابة ميت كم الأمة درتلسة صاصف إمعنى أما مقايد جي أما تقولي عمتهم بالسبب أما الرشيد إن قل روقي ومعنها الدائكة يعني هل مرمى درتلسة كف عشرة مساكين طوان مسكين صاصف عمتهم الله سينا يوامع ما عمتهم أمو مستوى الرئيساء لسميده أموه رسيسة من أوسن ما تدعمون أهليكم خيره نوحة سيسان أو قودسان كوهد حية كبهد حاتك كاوي معنى يعني وحوة إلا بلشوي قوة كجبسين ندى بهد حاتك قرام السبع أمه كتا ساسي معنى إنه كان السوال بكل إلا وقالي بسيني إنه ماشي بقوة سيسي هيلت بيه وصل لدارة وعليش أغفر رأي لكن بعد حد حد أغفر تريس إلي باستيه ما رأسه وأنت عالق الغيرها لقد يلو إن أوصد ما تدعيون أهلك ساسي معنا بعد حد تابع حد حد كواتير يتمر بني سبحانه وتعالى كل شيء كتار قبل أن أغفر كتابه معنا أغالد يتمر أغفر عنه سوزاس ما بكوا كلك كدسيه بالشيء بالشبع كل بعد ده تشوفته عنتبع أي عنتان يقود كذا كوجود لحية كاسة تيجي زمان طول مسكين بقود ساس زمان طيب تاسوا مدة كلام هذا واحد ويا الخيار كعذول راي إنا برسس طول مسكين مريسس مريا على سيرة يا حد ولا لسوق خلافي ما معنا واحد ويا مريس يكون ولا قريا ما أقولين تعورا واحد قريا ما وحك الصوم ما هو إمام الدين يكون فيها لغتين ما هو وحي إن قل كراء ورسوك لسي لكن أعود في عمد مدائم إلى هذا وحق العورة أسطولك وحق العورة أسطولك أيها الميد والبصير يسا معنا طوان كان مسكين تانا هو خيار كلمات خيار كسد حاجة وحق يعني إلى القوار حريصون أدار حريص أدار إلى الحريص أما ميد أنا تقول لها حريص أما ميد أنت تسوي يبيس حريص تاسي ما أنت يا ريك طيب انت تاسي منه وكو سورة بوي صد احنا وفر سمقالي وكو صلاة صد احنا ومقالي وباين مقالي ما بل يلو فقير بات حوة كمان حديد معارف ايه لهم فمن لم يجد فصيامه ثلاثة في ايام روحي هلوا يا انت وحال لقدر يا اودوشي سنصد احنا بريه نصر صد احنا بري رواية معنا قرآن عبد الله المسعود الشاذلة باوحة سري متتابعات واسمه حقا ساسنا جمهور العلماء البضي سنح البرينة سكوح يتسو إن البرينة إن اللازم تعال أي علمه برينة معنا ساسو يعني خاصة عمرك الكفارة قد شد بأكسنا عمتدي أتكام عرصي عبادتي أتكام عرصي حاسكاقي أتكام عرصي وإي أتكام عرصي حداد سويسو واد الباسي دمده كفارة يسوطا وإي أتكام عرصي كفارة قد شد يسوكا معنا ساسو يعني لكن حذية برب سبحانه وتعالى مارتا حذية وحلقة ولا مركو مارتا حكود دك دكينا
انت اسكيل عليك انت اسكيل عليك حدار دارتان كفارة قدس بحيث الروح ينطور دارتك كفارة دي كتك انت كفارة دي وميل علي النار كميل علي لين لا يراقبكم الله والله يدين قوان ماي باللغو مدك اللو قسدين في ايمانكم باريه مدهدو كان لو قسدينو عرفوا ان اسكبرتي تعالى يدين قصن ماي ولكن يؤاخذكم وهو سأل الله يدين قبل بما عقدتم بتعقيدكم قلت كينا الايمان طارها قلتين وحقيت قلتين قلبي بقى قلتين معنا معاك قلبك كسر بقضية قلبك كسبي ايكو قسدين فاسا اله ايدين قبلية طيب فكفارته مدك كفارتي سكفارة قدكيسو اطعام عشرة مساكيرة طبن مسكين قودين طرود من اوسط ما شيء قد لحي الله قوديهم تطعمون يعني قودين ايسان اهليكم ذاتك لا قودين ايسان ايه يعني وحلقوا ده غير كاية ذاتك المسؤولك كفاية وحا اهل قودي سكو لحي او اما كسوتهم اما يعني كفارته وحويان كسوتهم مرشين طولا ان مريا اتسيسو مريا وحبا او مد والبوح او رد اسطراء اتسو اما مرقون اتسو او اما تحرير رقبة قور حرين تيد باك فارديا قور حرين تيد ومعنى وحويا الضون انت سوري بس اما عدوك بركة عدنا رحي الحرين سوء الضون لبالك فارد فمن لم يجد عدي اهل انت فصيام ثلاثة ايام فعليه دوشي سوح عربي صيام ثلاثة ايام سدح بري صنكوت او اسكوح اتشري ذلك كاتل كفارة ايمانكم لاريه ان كفارة قدشده دوي اذا قرتي حلفتم اعطارتان او حمستم ادن برتان الا النار كلية كفارتكم اللازمت النار كلية كما لازمتو حدين تاب دارتو سيدي ابو دارتي او افلس ما كفارة قبول لازمت ما كفارة ملازمت مركا دارتان ومارتي كد برتان مركا كفارة ملازمت واحفظوا حذية او الالية ايمانكم داريه ان الالية وحذية كذلك سلاسو يبجن الله الله عبين لكم هديك اياتي ايديه سويدين عبين لعلكم واحد من انتين تشكرون يا شكرنا الله سبحانه وتعالى يعني وحا كمل وحيامها إلا هو شكري أي لازم تاي مركي وحوغا أي السكال أمامي العديرية إلى قلق الشبع إلهي الله سبحانه وتعالى وحيما فرض عمله سمعت وقارتي لدى وحكولي يا إسلام تيريبا وحنكو إلى حرام بارقة الشيخ الحلكين سعيدين ما هديلا إلى مصاد سيا حرام يسوي حرام كافع سبلا يقول لحلوس حلب إلهي كاري سبحانه وتعالى صنع إلهي الله حلكين مدبا قاسس الكرام الله مدبا الله يسوي انتجي من مدان حرام دي لسايد هدي لي هذا الساعة لسجا حرام يسجي حرام كاقتها يحل ملي ملي يبطيل للملك سوى بلاي يتبهسن كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تشكرونه وفضلين الله سبحانه وتعالى إذا شكر داوي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين كوا آمنوا بنيه إنما الخمر خمردي والميسر إيه خماركي والأنصار إيه أحيانتي لتكتاقي العبد والأزلام إيه قريه الوقن ترجري في جسم وقرن ومن عمل الشيطان الشيطان كعمل كيسا كمير إيه فاجتنبوه كفر قال لعلكم واحد مدنتهم تفلحون إلى الميبانتان إنما يريد وثر دوليا الشيطان الشيطان كوهد دوليا أن يوقع إن وهده بينكم لحذين العداوة اسمعي والبغضاء عداوة والبغضاء عرق في الخمر خمر درادت والميسر هي خمار كذبتي ويسدكم والعدوليا أن يسدكم إنو إذن لحيو عن ذكر الله ذكر الله إنو إذن كتشيري ويو عن الصلاة الصلاة إنو إذن كتشيري فهل أنتم إذنكم منتهون كون يتوب يمتين كون دين يوحد متين فإن مرحب وكان صامر مي خمرض إلى المرحلة دور صامت عمر المخطاب رضي الله عنه أيها وحيو تشعلا خمرض إنو مدى لقرب ونو ديدو مركز أول إله وخمرض ورعب نور سودج وحزودت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس بدك واسي وطن حيال آية مدقين فحاهدنا وحيو إله وخمرض النوع عبد وركب وحزودت آية لصمر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون واختير قاركوا بخمرين اللودين ولي الله جوال اسكسي عبية إله باشا وركض ما عبين ولي ليه عمر الخطاب رضي الله مركز واحد سودتي يا أيها الذين آمروا إنما الخمر والميسر
إلى لقى جاري فهل أنتم منتهون مدينسا مركز أوحر انتهينا انتهينا هذا مديني مركز وآياته آيات إله سبحانه وتعالى خمرض حكم كذا سر رسمية حجزة المسلمين وإله يكون حرمي سبحانه وتعالى وعليه مركز مؤمنين تيو خمرض إيا ميسر كميسر وخمر خمرض وحل إذا روح والبع عقل ابن آدم كالدمورة عقل ابن آدم كمانكا إيا مير كوحك ستو كتك سيا خمرا والله ما دادي الدنيا كسر الإسلام على الله ضعف هنغلو وحل عبا هنغلو وحل اسفدر هنغلو وحل الدنيا هنغلو مير كيا مانكا ابن آدم كبا عدو وحل ما يو خمرا لها الخمر ما خمر العقل ساسو معنا نوع الدنيا أذوك ما دادي كسر الإسلام وحبها كله قوي أما القمر دي هلقة سمي أما ميلة جوزين دي هلقة سمي أما بريس هلقة سمي أما عينة يتمير هلقة سمي واحد كبح واحد كفيرون ما كي يميهر كوحمود بي حاقة دين قطوة خمرة فكا تعريف للوانتا ما يصير كان واحد لنا هو خمارك نوع القيمة دبا خمار كان واحد لنا إيار كستان أو حول اللوك القادري اللهم إيار بفرده يجيله يلي يبكى لقنايه توقد استشهد انت مكي لقنايه إيار كلاقو الدم أو الخلوك لقاته وحلوك لقاته يوا خمار أما هل نقطه الشح هل نقطه أما الترب هل نقطه أما بنون العيار هل نقطه أما بيه معنا وحوي باشر قاته أمين زيري قال شي شايان عيال وما يجب هذا اللي معنا بول هو بول هلا هو بول هلا وحده عاد وحمر هدو عياري يعني وحنا نقول كلا قادر يحول نقول كلا قادر يخم وحل إذا ذا ما يصير بالله وخبر وحشنا عاد كسر التكلية ثبت كفردها يجيل يه ليه كشيش شيش وإيانا وقتنا مقاسد يوم تشدد اللي قاله يا عيسهي والتوبر أو دقال إيه جهاد بالروت وبرلي ساعتها يقل مصرين مركا ما يصير ككاتا لهذا هو خمارة مينو كي ماذا لا ساسو معنا طيب تارى إلهي وإن تحرم وحاكرا أنصافنا وحل إلى هذا وتنصمر ليه وما ذبح على النصر صميم زمن مجحيانتي تتاقنايا كحمد هرانيه بكوة نفسنا قربان كمركا القورع يالأكي يتشيرين كوة قورع يتشيرين أي عبد يتشيرين ويأيغن مجحيانتي العبدو أزلام تنا أيضنا صورة بلوغنا كسمر وأن تستقسموا بالأزلام وقريا يكوكو يتشيرين تشيرين وكوفة عشان تشيرين ممكن مركو الدولة يأيني واحد سمية لا مقاوة أما بورسلو أما الصفراء ممكن سمية بكوكو يتوراني قريتو رشاد الله عسوكري فاشل الله عسوكلا أنا مية هذا معناه قريتو رشاد أتي أما بنكو اللي حرقوا اللي حديقوا الله فيري أما كتاب الله ضيئوا اللي قبض الشيء ساسي معنى أيضا سينا فاشل الله عسنا الله سبحانه وتعالى وإذين ديري ومعناه وحوية الوالين كحرمي كل يقول انت أصبح نسكود الوريج السبالي خشيك سيقوا وقلوك قل الوليب المكة الشيطان ويبالي ومكة الشيطان حول الشيطان قصو تلو اكفو قادة سي أدو اللي بلتان وعلى تشيئ مكلمتين كأيليه والدور يا شيطان خمرنا يا خمار كبرتو إنو تحرين على وده إلهي إنو يدين كتشيريو صلاة دي إنو يدين كتشيريو إنو يسكدين ثابلي فرامك قادسا هوانو قادسا وإلهي قيار بانونا سعبون رضا الله عليه وإيه وخمر عبد الله وإيه هذا زودت حديث كان رسول المالي وحي لأنيه أو خمرني ورابنا يا رجي oo guri ay fadhiyaan oo qeybinahay baa dhawaaq maqlay dhawaaqi hadaan dagaysteeyba wuxuu leeyahay war aayada soo dhigay khamradi waa la xarimay mala si wada yamad war dhawaaq u diin soo galan ka gaarsiin miyey daaya maya wala dadi wixii soo haray qaad galeen banaad ku daan ila magaalada madina jidadkeedu khamro qulqulaysa ay noqoto khamro qulqulays inta hadda idin diyaarsan iska cabamaysid وحي إلهي ذا سود الأوفرس ووحي برتين أو لقف سدين أو لقف تشينكر أو مفتوض أدو برتين هذا مع ذلك وحى كفل الإلهي إنه إلى هذا ورنبتين كاسي الله رهي فعل أنتم منتهون ما إسكت دين إسان انتهينا انتهينا بني إلهي تشيني دين دين بني بس حق لهم دمس خمر مالك هذا إذن الوسيد ساسو معنا مركع دي إلهي رومنتي سوائي باعات كاتاي سيجارك إسكت دين كريه خمر دين إسكت دين كريه ورا تشيرين ساسو
ألا كعبسي هذي حرام لبكته والآخر رغم يصنته على كعبسي سيئة على إلهي وحدا ذنك المجرم سمع وحدا ذنك المجرم لكن واحد يسجل كي بلقب صدي قات كي بلقب صدي خمردي بلقب صدي النفط يا فرتين سين يسجل قوي يعني واتسجل قوي كرت لكن واحد يقولي أنا الحاجة على جوان كيمان حساس معنا بن آدم كان جوان مركو جارو واحد ويان آدم جوان ربي فلين في سنة وقاري لكن إنه لي ما دوا فتشم في لنا إسكال سبحانه وتعالى حساس معنا طيب خمرنا مرك هي الميسر كي كل جو رح يبعه لوحة كسو عربي نصوص قولي لكن خمرض السيد قولي نصوص هذا فرب نخص عربت رسولك صلى الله عليه وسلم خمرض أيو العنضي كعبد يا أيو العنضي مدك ورابين أيو السين يا أيو العنضي مدك قص أيو هجاتشين أيو العنضي كلو هجاتشين أيو العنضي كهشيس كأي سمين يا المرخاتير كعبو العنضي وهو العنضي مدك حنبار يا تكسي أما بابور ككو قاضي كالله قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عليه من كستو خمر حريق لله انت يدون هذا الناس وملعون بلسان الرسول الله صلى الله عليه وسلم انت يدون هذا الناس من كسي قال تكسيلها نجد وكسي قال بارك انك قال بارك اجهي وملعون بل منك الورد يزوك هذه كما يشك شقية مشهار كقاتل ورد يزوك كعبد اسكبع كبارك اسكبع ساسي معنا وحاكم النبي صلى الله عليه وسلم ككجر عسنا يحولها كذا لي استجنا النبي والله عليه الصلاة والسلام عليه خمرنا مركا إلى أبد أبو فرفلا بالرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليه بل وحاسقنا مر أفراد مر هدوء عبد شلني مر لون هدوء عبد مشل مر صدح هدوء عبد شل مر أفراد هدوء عبد سدي له النبي صلى الله عليه وسلم روحي عبد وكتو وكيان إلهي وكتو ورقبلي روحي سكل هنا إلهي حق واحد دشي سكوة إن أعرنك قشنك يعني واحد يعني ملاحظة يبعانك أهل المالك إنه مالك قيامنا كورانيه ساسا إلهي واجبه ورب يسكوه واجبه سبحانه وتعالى حديث كان نبي يقول لهم صلى الله عليه وسلم عليه مالك واحد كده صوت الله حرمنا واسكك من كرتانه إنت سوء الله ضد بله وشيء سبحانه وتعالى إن أعرنك إلهي وحياه وسي وحياه وقال سن عقلي أكمل عقلي هو إلا إلهي أبيكم ملك إلهي ما يسكر سبحانه وتعالى والحسن الله يوم قلنا من السماء عقلي وإلا إلى عليه شرك بين آدم وإلا إلى عليه طرنك بين آدم وإلا إلى عليه حوله سواء إلا إلى عليه روحي كحد ببنا وإن حد لمريه ساسو معه يا أيها الذين كوا آمنوا الرمي إنما الخمر خمرني والميسر هي خمارك والأنصاب قناع تلقى أدينك ووين الكوية شراء هو خمري يا خمار ساسو معنا يعني واحد يا شركات ووين أولي السلام عليه مركز خمراء ما خمارك شاكيني عجيبه والميسر إيا خمارك إيا والأنصار بقحيانتي العابودة إيا لتكتاعي والأزلام إيا قريه الوقر التورج قري التورشرة إيا فرق رجس وقرن ومن عمل الشيطان الشيطان كعمل كيسا كعاضي أو كمك إيا فاجتنبوه كفر هذا لعلكم واحد مدنتين تفلحون إلى الليبانسان سادوا الليبانسان إنما يريد بوثهم دوريا الشيطان وشيطانك أن يوقع إن يريد بينكم تحدين العداوة عداوة إيو البغضاء عرق في الخمر خمرة الصوت إيو والميسير إيو ميسير كدرتي لماذا أقدرته إنو عداوة إيو خمرة نحدي نريد أي شيطان دوري صوت رأوي روح مركو خمرة عبو إنتو أفلقات ديني أما أدم كذب وجهي سنة صمود الله إذا شرب هذا وإذا هذا قذف صلى الله عليه وسلم زمان ما راح يبيع عبده يسكح أنت تيجي يسكح يدبو عايز يدبو ألف لغادين ويدبو الله كل فن أو يدبو فار كل فن يعني واحد يعني أنا ودك واس بالشدي صمود قلب فيه خمردي خمار كينا واسيدو كلاه خمار كنينك لولا إيار ياي حدي خمار كلا جاجريه مرنا القلب جاجو مفيه بني الله ضامع زنيك خمرك خمار كاجري وخلاص هاي قات ساسوية سي الله ساس كذا سو عشان كذا سودي بعدين يري سي فدوب وخلاص هاي يوم كوه حرفي انت سو مليون بالله بيجا يا خمار هو قري حل ما اسكت قبل مني كذا هو قلب جاجو فيه بني يا بركة سعيد الله يوم هاي عرب ساسو على في الخمر خمر الصواب كذا يقول ما يصير ويسدكم بدوريا وإذا شيطان دوريا يسدكم إنه إذن دوه عن ذكر الله إلهي ذكر جسين إذن كدوه من خمر عبدية أما خمر عيارة يا إلهي معص سوى سبحان الله يا الحمد لله مياه تقول من خمر عبدية وصر قانسا وسبحان الله يا الحمد لله المارد سوى حايه يموي سوى السلاة كنه إلى أرتميس قرآن سوى أخرين إلى أرتميس ذكر الله إلهي كدوه كم خمر عيارة أبون كدوت هاجم
أما مهر وحوه يعني شحن عياري أما شرط عياري أما بعض كيها معنى وحوه دبلد عياري استقر وحوه يعني إله حصو أو لا إله أو أما الحمد لله أو أما الصلاة وحي ذكر كيما لحي ماشي أنا عيثني أفلقاديه سوف يديه محال أهان شرطيه حقيقة كسوة شديه وحما الله يعني ما لبضل ساسي معنى طيب ويسدكم عن ذكر الله ذكر الله إنه إذن كدوا دورا يعني عن الصلاة صلاة فهل أنتم إذنكم منتهون كوهر ثم يمتين نسك الدين الزواء عزل الله سبحانه وتعالى هاو إله ونسك الدين الله سأسأل دورا إلى البعض وأطيع الله الله أطيع وأطيع الرسول الرسول كان أطيع واحذروا الدكتورا الاستيلاء فإن توليتم هذات سيستان فأعلموا واحد ذاتا أنما على رسولنا رسول كان نجدوشي سواحاؤون هذه البلاغ قاتين المبين وعد ليس معنى على الذين كوي دشونا آمنوا هوي هو عميل سمي أصل حتى عماشه ونسم جناح واحد دنبي دشونا معنى فيما شيء تحدي دنبي كسو قال ماي طعموا أي قوتان إذا قرتين إذا ما اتقوا مركع عصدان هو آمنوا أي رميان هو عملوا أي سميان أصل حتى عماشه ونسم ثم كذبنا اتقوا أي عصدان أو آمنوا أي رميان ثم هدر اتقوا أي عصدان أو آمنوا أي رميان والله الله يحب الإنشعري المحسنين لكوا صدق لي وأحسنوا صدق لي ثم اتقوا وأحسنوا صدق لي والله الله يحب الإنشعري المحسنين لكوا صدق لي معنى الوحوي خمرنا إيا شيبان كالراعيتان كي سوداء تكديسان قال لي إيا رسول كي سأضيعه إيالا الشراء إله على كسيح القادة إسكتشرة هذا كيستان الرمغة كيستان يواندى إلهي وحاك ذاتان رسول كان يدوشي سإنو إذن سوء قرسي أوهي حلك صارنا وإنو إذن سوء قرسي سوء إذن ما سوء قرسي أبا المريد يوم تعالى مرك إلهي وتعالى سبحانه وتعالى وحي أتفميسان ربي لا إلك أبا المريد رسول كان لك أنت في تغيرك تعالى وإنو سوء قرسي وحلكي وقطي أيضا ضمبه ليس على الذين أمروا وعملوا الصالحات وعكام إذا مركي خمرنا سيدا الله حرامي وعمل كان أذك لقصه تشيري أيا صحابنا قاركوا بواحد هذا نبي الله رجل واحد شري مؤمنين أحا وخمرنا أنت حلاشا هل أنت عبين كل بنتي مركوا دون هنا عندنا طلقواس إذن خمرنا يبقى يبقى عبين كل بنتي ما أنت يوهد وقال صامر صلاح دي الرجل أنت كوكو رعدين خمر فإذا قال كوكو لك مركز سأل الله هي خمرة على شو بكتير أفرت السنة الروح خمرة عبي أفرت بري سلام الله يعقبلي ماي سيد الحديث النبي أنا كوسو صلى الله عليه وسلم حد عبد أفرت بري وصوص على سلام الله يعقبلي ماي مركا نبي يبركوا رب العزت كي ما حالكم أيضا ما كسوت وحلي يكون إيمان يعانك صالح عليهم وهي أي قوتين أو أنت عن لجح الرمين أي قوتين وقودة واحد من يكسو قارمه وقال إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن هذا يحب الله كعرس هي إحسان هي الصوفل هي الدنبيين والإسكائل عليهم هذا يساق كده داليين خمرضوا انت يبنعنا يا عبان واحد من يسوق قارمه دنبينا يسوق قارمه يعني واحد إيمان كوهدين واحد من قارم بلا ليه معنا واطيعوا الله الله اطيعوا واطيعوا واطيعوا يلا الله الله يلا واطيعوا يلا الرسول الرسول كان اطيع واحذروا كدكتور هذا ذنوب ترى كدكتور هذا يا حمد فإن توليتم هذا شيستان وكد شيستان واندا فاعلموا واحدوكا أنما على رسولنا رسول كان يدوشي سئنوا أحاضيهم البلاغ قاسين المبين أعب انت أمبا حلك أمبا دوشي صار دوشي صارنا كينو قتي يحي كدن مينا أنه قلنا يلاو ليس ماهن على الذين كوي دوشو ذا آمنوا رمي أو عمدوا سمي الصالحات عماشوا ولايسا دوشو ذا ماهن جناء واحد دنبئة فيما شيء تهدي جاء ضعيموا القوتين وهي أي قوتين يا خمرني أي عبير انت لقى حرامين واحد دنبي يكسو قاري ماي وانظرنا إذا قورتي إذا ما اتقوا مركي أي عصنا وآمنوا أي رمية حبي الله كعصدنا وآمنوا أي رمية وعملوا أي سمية الصالحات يا عماشوا لك ثم كذبنا اتقوا أي اسكائل عليهم أي اسكائل حرامت وآمنوا أي رمية ثم كذبنا اتقوا أي عصنا وهو أحسن أي سمى فلان انت مركي سكترا يعني واحد لك قرن كرا تقوضا درجات بلد إيمان كل درجات بلد صور مركي أبوه الرئيسي اللي ما اتقوا وآمنوا وعملوا صالحات اتقوا اتقوا آمنوا آمنوا محمد سعيد لأن واحد إيمان كوه كبعا اللك عبسك يتقوضنا ويكبعا marka ugu dambeysana iimaanka iyo alla ka cabsigu wuxuu gaaraa darajada la yiraahdo darajada tul ihsaan sawaba
وكيجي من جبريل النبي قوي دي أخبرني عن الإحسان يقول لي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلى الإله أعبد السيدي أذيك أو أركوك بحي إلى هذا الأرك من السبع وارك حدي مروا بإلهي قلبي لك كفر موخضه من إلهي هو المادي درجة إيا منزلة سوى منزلة إيمانك أغسى الرئيسون مركزات مرادئ بعد السودة بالنهاية إيمان كيف يقلل حضر ويكبعيا تقوى ويكبعيا سيوة الأوة الإحسان درجة إيه قرسية سأسمعنا طيب ليس معهن على الذين كويدوا شهد آمنوا الرمي أو عملوا سوي أصل حتى عماشا ونسا جناف دمب معهن فيما شيء دهدي طعموا أي قوتان إذا ما اتقوا هدية عبسدان وآمنوا أي رميان وعملوا أي سوي أصل حتى عماشا ونسا ثم كتبنا اتقوا اسكتران وحرام اسكتران وآمنوا أي رميان ثم كتبنا اتقوا أي عبسدان وأحسنوا أي سمطلان والله الله يحب وحجعني المحسنين لكوا سمطلان يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب آياتها أن واحد لك رحل يا سورة مركي لسوء بالله يحقم وحلقات المامي صلى الله عليه وإلا لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم مركا حرمنتهين إذنكم أغارسك بني السنين هاي كان وحل لنا وصوت المامي إلى إلى بنارين روح أنتو حج أما امرأة حرمية إنه أغرصه حكم كي نوع هذا الصفة فإليه وقال رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين كوا آمنوا رميين لا يبلونكم الله ألو إذن امتحاني أو إذن امتحاني بشيء شيء إذن كو امتحاني أو من الصيد أغابة كاسو تنانه أي قارسو أيديكم قعنهن أي قاريا ورماءكم إيا ورمهن ليعلم الله محلكم امتحاني ليعلم الله ألا يروه قاد دراجة من يخافه عدة كعب سنة يسبيل غيب مقناشه يعني مقناشه يسوى الأرحين كعب سنة فمن اعتدى عدي حد بعد ذلك كاكدب الإنكاز وأنا دعي هذا الكاكدب روتي حد قدبا فلو هو حوصنا لعذاب العذاب بوصنا لأليم روح روتي فحيان صحابة رضوان الله عليهم حجك وذي عمرض وذي أي آل الشرين بأي الله امتحان مره سبحانه وتعالى تعال كلام لي واحد وقال لي مركة كلا عرجتي أو دور كجريت بناء على مركة أركتها بيكسي عرجتي أم بكوري جريس والله كم أنت ودي سكت أيوة خوان كان عنده بين العان وأنا كهدي كنت أجمع عير بقاري كلا ما بعرف يسمع جيله هي حرسن يين بيسك سو حرسن أيجي بيمشي في اليوم بيسك إيمان وحرمي إله لو جينا ما تعلم كطيب طيب وأنا بدهيه لو أنا جالسين وقاعدين لو أنا بدهيه بس شيء أربعة أنت عايز هذا نكون رجال يوقف هذا كبر حدوس ده حلو رسالة صينا يا لون كحرامه ولا يمكن تشغله حرام تهدد ويدا يعني واحد يدمشي كذا أو كسميته نيكي حرام قال الله يكي أن قاتم با حرام لما صلينا صلا لكن حرام في مركي ماشل وصوته oo bilaash lagu buran karo meesha ay daadsan tahay markaas waxa kala baxaya ninka iimaanka dhabta ka yahay iyo ninka hunguriga dhabta ah ninka hunguriga caabiya ninka Allaah caabuda ka wada garbaxay soo saasma saxbarada balagu imtixaanay imtixaanka saasa loo galay maana waxa la mitay qisada aan ugu tagi doono fi suurata al-a'raf reer bani israa'il markii la yiri maalinta sabtida hadabanina malayga maalinta sabtida haydun bu malaygi iyo badda dusheeda soo tagtay waa kan biya hadu sheedo sabayne illa bartuma baana gacanta ku qasin karta barto sabart wixii ilaahay waa ka xarimay markii la xarimayna hadaba macdal ka weesan u daatay waxa lagu tijaabinaya bal ilaahay inaad u xilato iyo xogaaga naftaada jicisha inaad u xilato taas lagu tijaabiyo tan baan ka taagan oo kala tan ilaahay ribadii buu naga xarimay ribadii waa tan oo dhayta la solo hadaf boos leela inta si milyan baad bangiga ka soo qaadan kartaa gelin baad ku taajin solo حنا يلا شروطهم بالله يا جبعي وحلا سيرنا يا مركب ما إلهي بعض الحنان نسيبه قول يا جلعب امتحان كاسا مركب ألا إذن جليه سلوه قالوا عد إلهي كعب سنة يسبين غيبي غيكو على جمعنا مقناشة ألا إن المركب معركة يهرتي سكما مغلو عدك كعب سنة يسال فيرنا عدي حق دبت مركب أرنك لسودة كدي الله سبحانه وتعالى يقول لي على محنو تشيولي يا أيها الذين كوا آمنوا رميه لا يبلونكم الله ألا وحو إذن كو امتحاني بشيء شيء وإذن كو امتحاني شيء قاسو من الصيد أغانا
كاسو سلاله أي جاريس أيديكم قعنه ما جاري قعنه كو أي جاري وإلي المفسرين تقار كمدي وقعنا يري يمتع ورماحكم ورميه ورميه من أي جاري ورمكم مدى أو جاري ومدى ووي ومعناها اللوذي مباشر إيالا ليعلم الله محيدين امتحانيا ليعلم الله إنه ألعو قاد درادد من يخاف عدة كعب سنة بالغيب من غنى شك كعب سنة وإلهي هو ما هو إنيا وهو جاي إلى موقتان بل سوري سم موقتين أنه كلا بحلانه يعني وحوي كلا سوء عطان فمن اعتدى عدي حد قدبت بعد ذلك كاكد فله هو أسمى ذي عذاب العذاب أسمى ذي أليم أوحى نوتشيا طيب وغادي مركة مركة الحرمانتي اللي ذي نوأقلو جاي اللي روحي هادو يصبوا حرمان حج أما عمره وغادي كو حد قدو وغادي قدو محالة صغيرة يا مركة وكفراء ملي يا أيها الذين كوا آمنوا هم أيه لا تقتلوا هدينا الصيد أقابها بيننا والحال أنتم إذنكم حروم على حذر منتين إذنكم حرمان ومن قتله عدي بشاء منكم إذنك إذن كمدي ومن قتل ومن قتله عدي دش أو منكم إذنك إذن كمدي متعمدا الحال يهمد قصد دلك سوء قصد روح دلائي فجزاء فعليه دش سواء جزاء قدت وإن قدر مثل ما قريد داسو مثل ما شيء قدقمتا قتل ادري جزاء شيء لغو قلو ايه دوشيسا جزاء سو مثل ما شيء او كلا قتل ادري او من النعمي نعمولي دا حورها النول اغادي ادري مت ادقمتا او حورها النول على جهبا يحكم وحا حكوم يده يعني وحويا مثلها أما الجزاء شيء اللجوء بديو أما كأود لجماعة حكومة ذو عدل لا عدل نوع صاحب ومنكم إذن كي نكمل حجلا الجين يا ومرك هذه الحال وهي حار هذه أو بالغ الكعبة كعبة الجاري حالي هذه الكعبة اللوني سدي لولاك وشرا لولاك وياك وحال الجين يا حرمك هل كسر اللجوء لا يهلك اللجوء إليه أو أما كفارة أيا دشي سواء كفارة كفارة طعام مساكين أي دشي سا مساكين قودين تضع دشي سا أو عدل ذلك أما كاس معام كاس وحود لقمة سياما صنها حقي ودي صن حقي وحود لقمة وصنها معنا محا سأل الله قليا ليذوق إنو دبنية درادد وذال أمره أرن كيسا وكوكعي عرف الذي زينو دبنية أفى الله ألا وعفي عما سلف وإن هرمري وانت الى آيات كسودة الهرين اضعي وإن كعفي ومن عاد الروح إلا السنة وكل نغرى فينتقم الله الله كأرقص منه حديثا والله ألنا عزيز ومثل ذلك ذو انتقام أرقص صاحب ذاتك إيمان كلها مؤمنين فأغادة هدينينا إليك وحرما أغادة حسابرنا أغادة سماعيين لك لجلسا علمنا انت وضبغل حتى واحد سوق لسيلي انتور تشوكتا أن لفلين هلبكينا ورابها يضوعها يكون يزوق لهم رابط عمك اللهم الشم الفواسق الخمس شم فلصور ساسي معنا شم فلصور تكه أبقع إيه وحو إمارتين إيه بدعوك عقورك إيه باش اللي ده يعني بقليه أما بفضل إيه شيخ فعله إيه عقرب فعله كنت بقى الله علينا أما هنجر الله كما قلت سقنب كوا إيجا اللي قد يحرم كوا المدلية وقت كسوا المدلية كوا لكن أغاءت كليفيا نورهت كليفيا أما عييان هنغضو أما حيوان هنغضو أما هلكي صلى الله عنه أما يالا عنه هدى عملنا عند العرمتين ساسا للإيمان هدى لنا روحي دلال دلك أدلال أكسي أكسو الدلال محلو غباية وحلو غباية إنو قدو فجزاء فعليه جزاء ما شيء إنو قدوه شيء يقول منك شيء يقول لك ده يقول لك ما يعني كي يقول لك أخرى لك أخرى ما حال لك أخرى وحال لك أخرى أولا هم مولا في الآدم قد نقضون أغاب يقول لك ميت قد لك ما إنه كبه مثلا يقول لك قرية يقول لك قرية وحاول لك ما جيلا أقول لك ليس جيلا وين لك طيب ويقول لك دمير فرو يقول لك وحاول لك ما وقضى أقول لك نفلع دبا تاج بودريا وباش لو رسل مرسي يعني بيرم ناس عليا قدك ما سقارو ديلي وحربا قدك أساس وحكسة شيء بقدك ما شيء قال لي
oo xoolaha la dhaqdo kamida ayuu ku gudayaa. Haddii wax u dhigmada laga waayo xoolaha maxaa la sameynay? Wax u dhigma haddii laga waayo markaa waa la qiimeynayaa, markii la qiimeeyey kadibna lacagtii lagu qiimeeyey baa raashin la siinay, raashinkii baa la bixinay. Saas ku maana marka taasaa laga rabaa xoolaha nool inuu ka bixiy. xoolaha nool ee laga bixiyey ogaadhii la laayay xaggee la geynaya? hadiyan baaliga alkacbati bal waa hadi oo waa xoolihii xaramka oo xaramkaa la gaadhsiinayaa, halkaasaa lagu qalayaa, masaakiinta xaramkaana loo qeybinaya. saasaa loogu talinayaa hilibkood. ama ma ahe waxa uu bixinayaa kafaaratun tacaamu masaakiin, cunto iyo quud buu bixinayaa masaakiin quudintooda. tani waxa weeyaan yacni neef xoola ah oo u dhigmaa la waayo, waa la qiimeynayaa ugaadhii xoolaha ugu dhagow baa lagu qiimeynayaa. cuntaa markaa la bixinaya, cuntaa masaakiin baa la quudinaya oo cunto la siinaya. miskiin walba waxaa laga rabaa inuu siiyo yacni waxa weeye nisfu saac ama mud oo kale, siday fuqahadu isugu khilaafsan yihiin. nisfu saac yacni suus miski ama mud oo kale, labada saacad in buuxisa ayaa miskiin walba la siinaya. cuntada markii saa loo qaybiyo masaakiinta loo qaybiyo oo macnaha waxa weeye lagu wasaco, haddii uu cunto heli karana wataa, hadduusan cunto heli karaynina cuntadaasi wax u dhigmo oo soon abaa laga rabaa. oo maxaa u dhigmi kara? masalan cuntadii waxay noqotay haddii la yidhaahdo miskiin walba waxaa la siinayaa suus hili, yacni waxa weeye qiimayntiina ay soo baxday lixdan suus oo raashina soo baxay, lixdankii suus haddaan idhaahno miskiin walba suus baa la siinayaa, waxaa u dhigma miskiin walba booskiisi waa inuu maalin soo lixdan miskiin bay noqonaya soo lixdankii miskiin haddii macnaha waxa weeye uu quudkoodii waayo soo waxaa laga rabaa lixdan beri. saas wey macna waxaa lagu qiimeeyey cunto dhan soddon suus, soddonkii suus soddon miskiin inuu kala siiyaa, laakiin cuntadii mahay soddon beri inuu soomaa la doonay. ama haddii mud laga dhigo waa kamid mud haddii laga dhigo ama laga dhigo nisfu suus, suus niskii hadda laga dhigana waa suurtagal oo tirada soonka unbaa badanay. yacni cuntada wax u dhigma oo soon abaa laga doonay. cuntada marka hore masaakiin baa loo qaybiyay, waa la qiyaasayaa cunto ma hayso cunto ma hayo, hadduu cunto heli kara cuntaa laga rabo. saas wey macna cunto hadduu heli kara cuntaa laga rabo. ama mehe cuntadii hadduu diido yidhahdo anigu waan soomayaan uu heli karaa. saddexdaasi waa u dhaxaysaayo yacni waxa weeyaan waa yacni khiyaar si alla siduu doono, sida jumhuurta ay qabaan. hadduu doono tan uu samay xoolihii buu bixinayaa noolaa, haddii uu doono cuntadii buu bixin oo masaakiintii buu quudinay, hadduu doono badelkii masaakiin quudin lahaa wuxuu samaynayaa soonkii buu soomay. soonka imise beri baa laga dhigaya, waxaa lagu jaangoynayaa cuntadii, cuntadii laasimka baa lagu jaangoynayaa. fuqahadu qaar waxay leeyihiin miskiin walba mud, haddii la yidhahdo miskiin walba booskiisa maalin buu soomay. haddii fuqahada qaarkood leeyihiin mis suus miski, cuntada ayaa waxaa loo qaybinayaa intaasoo nis oo suus, suus niskii aa loo qaybinaya. miskiin walba suus baa ku hagaagilaha ama suus niskii waxaa la rabaa miskiin walba booskiisii inuu maalin soo. tiradu marka waa kala badan karta, toban beri bay noqon kartaa, labaatan beri bay noqon kartaa, soddon beri bay noqon kartaa, waa ka badan kartaa. kolba waxay ku xidhantaha ugaadhu dilay intay u dhiganto, cuntada lagu qiimeeyay intay tahay, fuqahada iyo aaraadooda iskhilaafsan saasay ku salaysanta macna. yaa ayuha aladiina, waxaa la yidhi markaa kadib wixii hore waxaasaa loo yeelaya ninkan khaladka galay baa la doonayaa wuxuu ku kacay cidhibtinadiisa inuu dadamiyo. liyaduuqa wabaala amri, khaladkuu sameeyey xumaanta ka dhalatay ciqaabta waa ganaax, in yacni waxa weye ganaaxii ciqaabtii uu dhadhamiyo saasaa la doonaya macna. ilahay wixii hore waa idinka cafiyey, ruuxii ku noqdana waa laga argoosan, ilahay waa ka argoosanay. yaa ayuha aladiina, kuwa aamanuu rumeeyey, laa taqtuluu, hadilina assayda ugaadha hadilina, walxaal antum idinku xurumun aatiin kuwa xarman, ugaadha aan la dilaynin ee banaanayn waa ugaadha beriga, ugaadha baddu weyn oo imaan doonta. laa taqtuluu, hadilina assayda ugaadha, walxaal antum idinku xurumun aatiin kuwa xarman, waman cidii qatalahu disha ugaadhaas oo minkum idinka idinka mid a mutacamidan xaaluu yahay mid uu qastay dilkeeda inay xaraam tahayna weliba og, fa jazaau fa calayhi dushiisa waxa ahaday jazaaun gudid, wax lagu gudo arrinkaa wax lagu gudaa dushiisa. mislu maa jazahaasoo mislu maa shay oo kale ah qatala u dilay, ay mumaasilu maa shay mid u dhigma ah qatala u dilay, kuu dilay mid u dhigma oo minannacami xoolaha nool ah, xoolaha nool mid ah oo u dhigma kii uu dilay xagga weynanka iyo yacni waxa weye qiimaha iyo u dhigma ayuu bixinaya. yaxkumu waxaa xukumaya bihi kaa
taasi waxaa laga wadaa inii shaygan uu dilay xoolaha neefka uga dhigma iyo nooca uga dhigma yaa xukumay, ma isagaa ra'yigiisa ku xukumay, mise dowlad baa xukumay? Maya. Waxaa loo xilsaarayaa laba ruux oo mu'miniin ah oo dad yani waxa weeye cadaalad la ah, waxaa loo dhanayaa bal fiiriya wuxuu dilay maaragtay gaba soo qaad, yani waxa weeye wuxuu dilay bakayl, dilay bakayl maxaa u dhigma bal fiiriya, xoolaha nool maxaa uga dhigma? Ayagaa marka xukumay, waxay iyagu xukumaan buu ku qasbay, yaxkumu waxaa xukumaya bihi misliga ama jazaha iyo shaygaa lagu gudayo waxaa xukumaya dawaa cadlin laba caadilnimo u saaxiiba oo minkum idinka idin ka mid, laba mu'miniinoo caadilina ayaa xukumaya, xukumkoodaana la qaadanaya. Hadiyan xaal uu yahay xoolahaasi, yani jazahaasi hadiyan xaal uu yahay hadii xoolo baaliqal kacbati oo kacbada gaadhay, xaramka laga wada xaramka gaadhayo xaramka la gaarsiinayo halkaa lagu qalay, aw amase kafaaratun kafaara ayaa dushiisa, dacaamu masaakiina ayaa dushiisa bedel ka dhiga ama bayaan ka dhig, dacaamu masaakiina masaakiin quudintood, aw amase cadlu dalika dacaamka mid u dhigma siyaaman soon ahaan xaggii u dhigma, soon ahaan macnaha waxa soon u dhigma ayuu la imaanaya, liyaduuka maxaasaa loogu galay, liyaduuka inuu dhadhamiyo daraaddeed wadaala amrihi arrinkiisa uu ku kacay iyo ficilkiisa cidhibxumadiisa inuu dhadhamiyo. Afa allahu alla wuu cafiya cama salafa wixii hormaray oo horay idinka dhacay intaan arin aayaduhu kusoo degin oo jaahiliyadii ah, waman caada ruuxii u noqda oo dib ugu noqda ugaa dhallaynteeda isagoo xarman, fayantaqimu allahu alla wuu ka argoosay minhu xajiis, wallahu allana casiizu waa midka khaaliko laysku taagin oo reeya, duntiqaamin argoosina u saaxiibo. Hada wabilahi tawfiq, wa sala allahu wasalam ala nabiyina muxamedin wa ala alihi saxbihi wasalam.